فأنا كنت بقول إنه نيجي لمعركة اليرموك. ليه معركة اليرموك تحديدا؟ لأنه معركة اليرموك قلنا أزالت سلطان هذه الدولة من الشام كله وبالتالي من مصر أيضا، لأنه امتنعت الدولة البيزنطية عن إغاثة المصريين، الإغاثة التي يعني كانت يتوقع منها. والسبب عجيب جدا، السبب إن هرقل كان يؤمن بأن هذا النبي هو نبي الله حقا المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. إزاي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم وقع صلح الحديبية مع قريش، صلح الحديبية ده في عرفنا الحالي أشبه بالاعتراف الدولي، يعني خلص بقت فيه دولة وبتوقع معاهدات وللناس أن يدخلوا في حمايتها وأحلافها. فبدأ النبي مراسلة الملوك، فأرسل رسالة إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام. هرقل وقتها كان البطل العظيم اللي اغتزح فارس، وكان في الوقت ده في بيت المقدس أو في فلسطين تحديدا، لأنه نوى أن يشكر الرب إن يعني بعد هذه الانتصارات، إنه إن استعاد بيت المقدس أن يحج إليه حافيا، فتحرك من حمص إلى بيت المقدس على قدميه ليحج شكرا لله تبارك وتعالى لأنه نصره. فعندما كان في فلسطين وصلت إليه الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل صاحب الروم أو عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فهرقل أول ما يعني أول ما شاف هذه الرسالة دخلته رعدة، خاف واضطرب رغم أنه في أوج انتصاره دلوقتي، هو في ذروة انتصاره، ومباشرة كلف الشرطة عنده أو يعني جهاز أمن الدولة عنده أنه يجيب له واحد من العرب قريب من هذا الذي يزعم أنه نبي، أرسل له الرسالة. وساعتها كان أبو سفيان بن حرب في الشام في غزة في تجارة رحلة الصيف، فقبضوا عليه وأحضروه إلى هرقل. أبو سفيان شخصيا. فهرقل سأله 11 سؤال بالضبط، و11 سؤال دول يدل على علمه بالتاريخ وعلى علمه بأحوال الأنبياء. قال له هذا الرجل الذي بعث فيكم ما نسبوه فيكم؟ طيب يعني هل أصحابه يزيدون أم يقلون؟ بما يدعوكم؟ هل قاتلتموه؟ كيف كان قتالكم إياه؟ هل قال بهذا القول الذي قاله فيكم رجل قبله؟ هل كان من آبائه ملك؟ أصحابه يزيدون أم ينقصون؟ هل يغدر؟ إلى ما يدعوكم؟ هم 11 سؤال بدقة. أبو سفيان جاوب عليهم لأنه كان سيدا في قومه ويعني يتعفف عن الكذب، العرب يتعففون عن الكذب بشكل عام. كانوا طبعا اللي دلوقتي دول لا فيهم أخلاق عرب الجاهلية ولا أخلاق الإسلام. فأبو سفيان، فهرقل لما أبو سفيان جاوبه قال له إن كنت صدقتني فيما تقول فإنه لنبي الله حقا وسيملك ما تحت قدمي هاتين، وهو في الشام. مين خليني معاك بس يا سلام، مين كتب الكلام ده يعني في أي مرجع؟ اللي أنا بقوله ده الحديث ده في البخاري. الحديث ده في البخاري، حدث به أبو سفيان نفسه. وثابت في مصادر أخرى يعني. هو ثابت في مصادر أخرى بس هو البخاري يعني أصح المصادر قاطبة. طبعًا. فأبو سفيان بيقول يعني هرقل قال له لو هو كده فعلاً فسيملك ما تحت قدمي هاتين، وفي رواية يقول ولو كنت عنده لغسلت رجليه ولو علمت أني أخلص إليه، يعني لو أنا أستطيع أخرج من حصار الروم ده. وتورد الروايات أنه هو حاول فعلا يدخل الروم معاه في الإسلام، لكن يعني الكنيسة والبطارقة والقساوسة رفضوا رفضا كبيرا، ويعني وقتلوا أحد رهبانهم أو عظيم الرهبان فيهم الذي أسلم. لأنه هرقل كما تورد رواية عند ابن عساكر في تاريخ دمشق أن هرقل أرسل الرسول ده إلى هذا الراهب وقال هذا أعظم الناس، يعني وهو قوله أعظم فيهم من قولي. فلما وصل له الرسالة وقرأ الرسالة قال إن صاحبكم هذا لنبي، وخرج وشهد لا إله إلا الله رسول الله فقتلوه. فهو خاف على نفسه وخاف على ملكه وفضل الدنيا على الآخرة. طب بس خليني واحدة، لكن سلوكه ما هو ده بيفسر ليه حصلت اليرموك، لأنه هرقل لم يفكر أبدا في مواجهة المسلمين بنفسه. ما أنا أسألك
يعني قد تكون الرواية رواها أبو سفيان وهو مسلم وكان أسلم بعد كده، مش في الوقت ده كان أبو سفيان أسلم؟ نعم كان أسلم في الوقت ده لما رواها يعني. لا لما حصلت، لما حصلت ما كانتش أسلم، لا كان بعد صلح الحديبية، لكن لما رواها كان أسلم، لما رواها كان أسلم، وهي ثابتة في البخاري. نعم طيب ثابتة في البخاري وفي غيره من المصادر، بس أنا لما بقول البخاري يبقى إحنا إيه تمام في قمة الصحة. وأنا مسلم معك، لكن السؤال يعني ومع ذلك يخوض أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد معارك طاحنة. نعم. مع هرقل. صحيح. طب ما كان يقدر يسلم في الوقت ده أو يقدر يكون في أذى عن المسلمين؟ ما إحنا قلنا بقى إن هو إيه آثر دنياه وآثر سلطانه وملكه، لأنه مجرد إسلامه كان يساوي إما قتله أو عزله من الملك على أقل تقدير. وأنت عارف يعني مسألة يعني الملك أنت والسلطان دي بترجع لعدم إسلامه لأنه بهرجة الملك أو مكانته في وسط قومه. نعم طبعا. طيب